خاصة توا في الصيف، معناتها يمكن مع مفعول درجات الحرارة يزيد أكثر الإنسان يحس بالتعب هكا، بالفشل يعني كيفاش يتغلب في الأين لحظوه أكثر من الشتاء. يبعد على المواد اللي تؤدي للفشل أكثر، هي المقلي مثلا اللي هو يكثر اللي هو يكثر في الصيف واللي يزيد في تراكم المواد المضرة، يعني بخلاف المواد الحمضية اللي نحكي عليها اللي هي راهي موجودة في الأكثر من مواد من الحليب ومشتقاته، في الأكثر في اللحوم، هذا كل يؤدي المواد الحمضيه، السكر اللي هو زعما يحلي لكن راهو يخلي يخلف داخل الجسم، المقلي يعني زيوت اللي تفقد الفوائد نتاعها بالحراره القويه اللي نرمي فيها، هذا الكل ميز. وانا راه المقلي برشا في الصيف هذا يزيد يفشل. نعرف برشا رجال سمان ما يرقدوش في الليل، يعني عندهم ضيق نفس، يصبحوا فاشلين برشا على خاطر في الليل الاكسجين ما يخلطش للمخ نتاعهم، يعطيهمش راحة، ويقوموا في الصباح تعبين برشا. نجم زاد يكون الافراط في الوزن، وهو الافراط في الوزن هو ناتج عن سوء تغذية. يعني ديما الموضوع ديما كي نرجع، يعني اذا ما عندناش افراط في الميزان وقاعدين نتناولوا في ماكله متوازنه صعيب برشا، اللي هو صعيب برشا، يعني نوليو وقتها كان عندنا الفشله وكل راهو نثبتوا الموضوع، خاطر ممكن عنده اسباب اخرى. بالطبيعه انا نحكي على الفشله الناتجه على وبشكل عام، يعني شنو اللي يعطي اكثر اللي فشل؟ هو الافراط في المواد، مش اللي فشل، معناتها مثلا عندنا فشله انسان يحس روحه تاعب هكا، يمشي طول ياكل حاجه حلوه، شنو يعوض هذا؟ يعني التصرف هذا شنو يمشي ياخذ؟ لازم اول حاجه يعاود يشوف ماكلته فيهاش متوفره فيها الخضر، معناتها يوميا فيه شيء، يعني ماهيش مساله اليه وقتيه. لا مش مساله اليه، على خاطر لي تجديد الخلايا فما مده باش الجسم يجدد الخلايا نتاعو، لكن تظهر فيسع يعني من نهارين ثلاثه الاولانيين كي انسان يحسن الاكل نتاعو يولي ظهرت الفشله هذه تنقص، ولكن بعد اسابيع النتائج تكون ظاهره برشا، يعني ما نجمش انسان ما يامنش بها، لازم يجرب باش يامن. يعطيك الصحه هدى، شكرا ليك.